بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم على جميع أنبياء الله سبحانه وتعالى ورسله. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. معالي السيد الأستاذ الدكتور وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، السيد وكيل مجلس النواب المصري رئيس الجلسة، المنصة الكريمة، الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فبداية أتوجه بالشكر والتقدير لوزارة الأوقاف على دعوتها الكريمة لحضور هذا المؤتمر، وهو شرف عظيم لي. هذا المؤتمر المهم الذي ينعقد تحت رعاية كريمة ومشكورة من فخامة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، حفظه الله وحفظكم وحفظ الناس جميعا إن شاء الله. كما أشكر كل الأخوة الحضور حرصهم على المشاركة، داعيا الله تعالى لهم بالتوفيق والسداد. الحضور الكريم، لا شك أن الحوار ضرورة مجتمعية وحاجة إنسانية يفرضها الواقع وتهتف به شؤون الحياة المختلفة، كما لا شك أنه وسيلة من وسائل صناعة الحضارات. فما وصل إليه عالم اليوم من تقدم في مختلف العلوم والمعارف، وكذلك التقدم العلمي والتكنولوجي، لم يكن نتاج أمة واحدة أو ثقافة واحدة أو لسان واحد أو عرق واحد، وإنما هو نتاج تفاعل وحوار مشترك بين مختلف الثقافات والمشارب والمكونات الفكرية والعلمية. وما نحياه اليوم من واقعنا إنما هو نتاج العلم والمعرفية التراكمية الذي هو ثمرة حوار مشترك خلفه آباؤنا وأجدادنا في مختلف العصور وفي مختلف البلدان. ولكي يبني الإنسان المعاصر على حضارته التي ورثها في مختلف نواحي الحياة، عليه أن ينطلق من مخزونه الحضاري المستمد من إيمانه بالله تعالى وحده، وبالغيب، وبأنبياء الله ورسله عليهم السلام. هذا المخزون الذي صنع عبر القرون حضارة شامخة منحت أنوارها جوانب الإنسانية كلها عبادة لله صانع هذا الكون وفق مراده تعالى، وتزكية للنفس وتربية لها وعمارة للكون، وإيمانا منا بأنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فإن وسائل بناء الحضارة والتي منها الحوار الفاعل مدخل رئيس لاستعادة الوعي الرشيد للأمة، أي للعالم أجمع، لتكون في مقدمة الركب، والذي لن يكون إلا بترسيخ نموذجها المعرفي وتنميته.
وإذا كانت عبادة الخالق سبحانه وتعالى وفق مراده أحد ركائز صناعة الحضارة، فإن فهم كلامه سبحانه وتعالى وتوجيهاته القرآنية واجب شرعي يستدعي التوقف مليا أمام التوجيه الرباني، وهو يرشدنا إلى القول اللين في خطاب المخالف بل والمنكر بل والمتجاوز للحد. يحكي القرآن الكريم لنا موقفا أثيرا لا يمكن تجاوزه في هذا المقام، نتعلم منه أساسا مهما في موضوع هذا المؤتمر، لنستمع إليه سبحانه وتعالى وهو يحكي في كتابه الكريم عن سيدنا موسى وأخيه هارون عليهما السلام في حوارهما مع فرعون الذي ادعى الألوهية. يقول الله سبحانه وتعالى: فقولا له قولا لينا. فهذا فرعون الذي طغى وتجبر وعاند وادعى الألوهية يوجه الرحيم اللطيف سبحانه وتعالى نبيه أن يكون لينا معه، معللا ذلك بأن اللين ربما كان سببا في رجوع المعاند عن طغيه عن غيه وطغيانه، فيقول لعله يتذكر أو يخشى. فالكلام اللين والنقاش الهادئ الرشيد من أسس الحوار المنضبط الهادف إلى الفلاح، الحوار الذي يتغير فيه الإنسان مصلحة محاوره بل ويشفق عليه. ومثل ذلك من التوجيهات في آي الكتاب العزيز ما يرصد كثيرا من القيم النبيلة التي يصح أن تكون دستورا للحوار المنشود بين الأفراد والمجتمعات. وإن تفعيل هذه القيم التي يمكن أن نستنبطها من القرآن الكريم ومن السنة النبوية لهي تطبيق حقيقي لامتثالنا لأوامر ديننا الحنيف. وإن من يطالع الهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي تركه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد نماذج مشرقة للحوار الراقي والمثمر في كل أحاديثه وحواراته مع مختلف طوائف المجتمع بل ومع مخالفيه في المعتقد. هذا وتعد وثيقة المدينة المنورة ودستورها العظيم الذي سطره رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا العهد البعيد أعظم منجز حضاري إنساني أسس فيه النبي صلى الله عليه وسلم لحقوق الإنسان كحقه في المعتقد وممارسة الشعائر والمساواة في الحقوق والواجبات، كما أكد صلى الله عليه وسلم فيه على أسس مهمة لقيم التسامح والتعايش، كما وضع الكليات العامة لنظام المجتمع، الأمر الذي مهد لتأسيس مجتمع رشيد يدرك أن بناء الحضارة لا يقوم على لون أو عرق أو دين واحد، وإنما يقوم على حراك إيجابي وحوار هادئ، وهو ما تجلى في حقوق المواطنة الذي تبناه هذا الدستور العظيم. ولقد كان من وراء إعداده حوار ونقاش أنتج هذا العمل الذي يعد أحد مفاخر الحضارة الإسلامية. وأخيرا، فإن الحوار الذي نتبناه وننشده هو القائم على احترام الطرف الآخر وتقديره، الحوار البناء الذي يقوم على تبادل وجهات النظر لا تبادل النصوص والشواهد والمواقف، الحوار الذي يستثمر المشترك من المفاهيم والقيم ويبني عليها، الحوار الذي يرسخ للتنوع المتناغم الذي لابد منه في صناعة الحضارات.
فصناعة الحضارات لم تكن يوما نتاج لون واحد من الفهم أو الإبداع، الحوار الذي يشيع قيم التعاون والتسامح. السادة الحضور، فإني أوصي نفسي وجميع الجهات المعنية بشؤون الدعوة من الخطباء والوعاظ والباحثين والمعلمين المهتمين أن يستمروا في تقديم الصورة الصحيحة للدين الحنيف، وأن عليهم واجب استفراغ الجهد والطاقة في الكشف عن الوجه المضيء لحضارتنا العظيمة من خلال الوقوف أمام النصوص واستخراج مكنونها وتنزيله على الواقع. فليس الشأن صد الناس عن أمور الحياة، وإنما الشأن وجود المخارج الشرعية الصحيحة التي تعينهم على السير في الحياة سيرا صحيحا يؤدي إلى عمارة الأكوان الذي هو أحد مقاصد التكليف. دقيقة. يجب علينا السادة الحضور أن نرسخ التمسك بالقيم والمثل العليا، وأن نفهم ديننا فهما صحيحا، ولا مفر من الحفاظ على هويتنا الدينية، ولا مفر من الحفاظ على هويتنا الدينية. ويجب أن نحافظ على هويتنا الدينية، خاصة مع توالي الأطروحات التي تحاول أن تقدم القيم والفضائل بديلة عن الدين، وهذا مما لا يقبله أي دين سماوي. لذا علينا أن ننتبه إلى مثل هذا الطرح ومواجهته بالفهم الرشيد لصحيح الدين والعمل على توعية المجتمع. كما يجب علينا أن نعتني أكثر ببناء الوعي الرشيد حتى تكون بلادنا دائما منبعا للحضارة والرقي في مختلف مجالات الدين والدنيا. السادة الحضور، إذا أردنا أن نرسخ الحوار فلا بد من ضوابط وقواعد تسن لهذا الحوار وينفذها الجميع في كل زمان ومكان. وأنا على ثقة كبيرة أن هذا المؤتمر المتميز يستطيع وقدير على وضع وثيقة لضوابط وقواعد الحوار الفعال، ثم تقوم البرلمانات على مستوى العالم بواجباتها نحو هذه الضوابط حتى تكون هناك تشريعات تلزم الجميع في كل زمان ومكان بهذه الضوابط وبهذه القواعد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.